داعا وداعا وداعا لمملكتنا الحبيبة. إن شاء الله رايحين إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله متجيني للإمارات. بنشوف أنفسنا إذا قدرنا نصمل صملنا. ما قدرنا نصمل فوالله مسرينا إن شاء الله إلى صلالة إن شاء الله. لكن أنا صراحة رافيني النوم والله وحيني النوم. أنا راح معاون يلا. أنت نافق النوم بقى. أنا اللي أسوق يعني. أنا اللي أسوق. تبي تسوق أنت؟ طيب الله يوصلنا إن شاء الله بالسلامة وسلام الله على مملكتنا الحبيبة الجميلة الراقية. اللي ايش اقول صراحه، لكن ترى نبي نرجع ان شاء الله يوم من الايام ونسوي سياحه داخليه ان شاء الله الى ابها والى اماكن زي باذن الله. تمام الله يوفقنا يا رب. اهلا بكم على متن طائره السعوديه. استعدادا للاقلاع المرجو التاكد من ان تكون احزمه المقاعد مربوطه. يا ولد والله اتكلم يعني سولف. انا والله ما اخذ على خواطرهم والله ما تكلمت ولا حاجه ما شاء الله. اي والله سولف وخذ راحتك. ابشركم انا اخذت لي قيلوله بسيطه واستلمت الحين القياده. متجهين ان شاء الله الى العين. باقي لنا تقريبا يا طويل الاعمار 50 كيلو. اذا وصلنا نبغى نحدد يا نرقد يا نكمل، لكن الوضع اللي انا اشوفه والله نرقد والله نرقد صدق. لكن ما ادري يمكن انا تجيني صمله كذا الله وامل ما ادري يمكن خلنا نوصل ونشوف. نتحمس على عمان ولا نقول لا والله نرقد في العين نشوف. صاحي شو السالفه؟ كل يوم قاعد افكر اني انا ابى افصل من العمل، ابى اقعد في البيت. كل يوم جالس افكر والله، انا اقول ما تستاهل 3000 ريال تداوم فيها حقك، اقعد في البيت احسن لي. افتح افتح يا ولد افتح. قوه ترى راكد ما صحة. اصبر ابغى اخذ جزمتي بس اصبر. شد حيلي قسم بالله. وين الثانية؟ والله ضعنا. يا رجال احنا بس نرقد لان احلامنا تصير اكثر كرما من واقعنا. الحمد لله على السلامة وصلنا إلى مسقط. والله يعطيكم العافية وجمل حالكم جميع يا أهل عمان. لكن حنا ماشيين إن شاء الله إلى صلالة. بس قبل هذا كله نبغى نروح إن شاء الله نتغدى في أماكن قديمة مثل ما أنتم شايفين. جايين من كذا مكان تراثي. نبي نتغدى، نبغى نعبي الكريش الزينة، نبغى نشحن شوي طاقة. بعدين إن شاء الله ماشيين إلى صلالة. 400 كيلو استنزفت مني الطاقة كلها. هذا ما قصر والله، من دخلنا عمان وهو اللي يسوق إلين وصلنا مسقط، وهذا من طلعنا من الحساء وصلنا إلى وين؟ العين. إلى العين. هذا والله ما يعني أصبر هذا والله ما يعني والله ما يا ليتك حتى تباشر. أنا لو باشرت أنا بمشي والله. والله غريبة عليه صراحة ولا إيش رأيك أنت؟ ها يلا اصمل انا بقى ماني مطفي راح ماني مطفي تصوير راح ما عليه.